وما عربية حمير بعربيتنا؟ وأن ملك حمير كان يقول من دخل بلاد حمير فليحمر، يتكلم بالحميرية، هذه اللغة الحميرية. وتاريخ الحبشة تراثا وثقافة وصراعا سياسيا وتأثرا مرتبط بالجزيرة العربية. وأن عارب الشمال لا يفقهون لغة عرب الجنوب، هذه اللغة الآن توجد في الحبشة، تتضمنها اللغات الثلاث التجرينية والتجرايت والأمحرة. من الأفعال التي فيها فعل، الأوزان التي فيها وزن أفعول، وعلى وزنه جاء أكسوم. وأفعول لا يوجد في عرب الشمال، والفعل يتقدم على الفاعل، لا، الفاعل يتقدم على الفعل. ويستخدمون الكاف في تاء ضمير المتكلم، فلا يقولون بلعت ولكن يقولون بلعكو، ويقولون قتلكو بمعنى قتلت. وهذا موجود في الشاهد العربي في النحو، عندما يقول يا ابن الزبير طالما عسيك، بمعنى عسيت، طالما عسيك وطالما عنيكنا، بمعنى طالما عنيتنا إليك لنضربن بسيفنا قفيك. وهو المستخدم في هذه اللغة أيضا. فتقول في التجرايت لبسكو، ارتديت، سعيكو، سعيت، هربكو، هربت، فرركو، فررت، ضبطكو، ضبطته، قتلكو، قتلت. وهكذا هذه اللغة حوت هذه اللغة الحميرية.